مرحبا المتتبعين الكرام، اهلا بكم في قناتكم الاخبارية المغرب دوت كوم. لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد ان شاء الله. هذه ابرز العناوين. خيل زيت ثلاثية امريكا لا تعكس ادوار اللقاء. اكد المدرب المنتخب الوطني وحيد خيل زيت بانه كان يعرف ان ودية الولايات المتحدة الامريكية التي خسرها الاسود بنتيجة 3-0 لن تكون سهلة. وأضاف خليل زيتش قائلا: النتيجة لا تعكس مجريات المباراة وأداء لاعبنا. منتخب المغرب قدم مباراة جيدة، لقد أتيحت لنا عدة فرص وكان بالإمكان استغلالها والتسجيل. حيث قال وحيد: الفرصة كانت مواتية لاستعدادات لكأس العالم، علينا أن نستعد في هدوء وبكل واقعية وتفاؤل لأن كأس العالم شيء آخر. واستطرد خيلو زيتش قائلا: المباراة كانت درسا مهما للجميع، لقد تأكد لنا أن الجانب البدني مهم للغاية، لا يمكن فعل أي شيء بدونه. اليوم لم نكن في قمة جاهزيتنا البدنية دون استثناء إصابة بعض اللاعبين. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.